أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. تمكن رجال الأمن العام من القبض على شاب مارس فعلا مناف للحياء داخل مركبة يقودها في طبربور بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الفعل المرتكب. قال مصدر أمني فجر السبت إن فور تداول مقطع الفيديو تم متابعته حتى مكن من إلقاء القبض على مرتكب الحادثة الذي سيتخذ بحقه الإجراء القانوني اللازم. ويشار إلى أن مديرية الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشكل محتواها جرما يعاقب عليه القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيه. قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول. تستهدف المرحلة الثالثة التي تبدأ في الأول من أيلول العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وسيتم إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وعودة التعليم الوجهي في المدارس والجامعات والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية من داخل أو خارج الأردن التقدم بطلباتهم على القبول الموحد حتى في حال لم يحصلوا على شهادة المعادلة. وقالت الوزارة في إدراج عبر فيسبوك إن فترة تقديم طلبات القبول الموحد تنتهي في 28 من آب الجاري، ولن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ. كشفت صحيفة إسرائيل هوم العبرية عن أن ممثلي الأردن رفضوا التقاط صوراً خلال توقيع اتفاقية زراعية مع الجانب الإسرائيلي مؤخراً، ويأتي الرفض تجنباً لردود الفعل الشعبية التي ترفض أشكال التطبيع كافة مع إسرائيل. ووفق الصحيفة ذاتها وقع الاتفاق وزير الزراعة خالد خليفات ونظيره الإسرائيلي عوديد فورير، والذي يقضي بتوريد منتجات زراعية أردنية إلى إسرائيل خلال عام الراحة اليهودية الذي يحجم فيه اليهود المتدينون عن الحرث والزراعة. قال متحدث باسم طالبان إن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة. وقال أن خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون الآن على طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع، لافتا إلى أن قادة الحركة يواصلون إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين وقادة الميليشيات الخاصة. نهاية الموجز. لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا دائما موقعنا الإلكتروني www.a1tv.com. دمتم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.